بسم الله الرحمن الرحیم، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، دل لگا کر جو ارمان ہے آرزویں خواہشیں سب پوری کر لیجیے، دل لگا کر سن لیجیے، باوضو بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلهم. یا اللہ کل کا بھلا کل کی خیر، یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، ہر دم خیر، ہر ایک کی خیر، ہر جگہ خیر، جہاں ہمارا پیر وہاں خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکلات بے عدد رہنما، شین للہ غوث اعظم پیر با، شرم سارم چونکہ من بندہ ولی، یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین 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 یاسین.
تبیو ملا یس رکو بجر مہتدون ومالی العبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زلها في دلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع لعين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لما عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضلنا منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد اجرهم بما كانوا يكسبون
ولو نشئ أو لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشئ أو لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمن نكسه في الخلق فلا يعقلون وما لم ننشر وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان أيما يلقى القول للكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند مهجرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيدي الرب والرجع جسمه مقدس مؤتر مطهر منور في البيت والهرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الورى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أليس الغائبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السارقين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر أمري مغرق رخص يدي سائلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا
إنني في بحر يوم مغرق خذ يدي سائلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر يوم مغرق خذ يدي سائلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلغ لنا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر